في سياق ذي صلة، زعيم المعارضة الصهيونية قال إن نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه المواصلة في منصبه. هل صار رأس نتنياهو مطلب الجميع؟ على كل حال، رأس نتنياهو كان مطلوبا قبل العبور 7 أكتوبر 2023 كما تعلم، من خلال تلك المظاهرات الرئيسية الأساسية عندما كان يريد أن يستولي على ما تبقى من يعني مؤسسات في الكيان الصهيوني، يعني المحاكم وتعديل يعني القوانين المتعلقة بالقضاء انذاك يعني. فكانت هذه هي المعركه في الكيان الصهيوني، وتحدثنا عن هذا مرارا من خلال تلك المظاهرات الكبيره التي كانت تخرج في تل ابيب وفي بعض المدن الاخرى. انا اعتقد ان نتنياهو الذي كتب كتاب المستقبل تحت الشمس لان يعني يعالج اشكاليه وعقده كبيره جدا عند الكيان الصهيوني اللي هي عقده الثمانين، أراد أن يصل، قال أنا سأوصلها إلى مئة سنة. أعتقد أنه سيكون مسمار رئيسي وأساسي في زوال هذا الكيان الصهيوني، في تسريع زوال هذا الكيان الصهيوني الذي لا يملك أي مقوم من مقومات البقاء اليوم والوجود. ولذلك شفتوا كيف التصريحات هنا وهنا، سواء الإعلام العبري أو الإعلام الأمريكي أو الإعلام أو كل الكتاب الكبار في الكيان الصهيوني يتحدثون عن هذا الأمر. حتى المظاهرات كانت تقول أعطونا أسرانا وأبنائنا وخذوا نتنياهو. لذلك فأعتقد أنه استنفذ أغراضه على مستوى التنمية، على مستوى يعني المستوى الاقتصادي وحالة الإفلاس الكبيرة والكبيرة جدا، وأيضا استنفذ أغراضه أيضا هذه الحكومة، هذا التطرف الكبير جدا الذي وصفت به هذه الحكومة النازية الفاشية، هذه الحكومة الصهيونية التي أصبحت في نهاية المطاف لم يتبقى لها أي مادة من مواد التلمود إلا وطبقته في اتجاه العرب والمسلمين، وفي اتجاه يعني إن صح التعبير الدفاع عن شيء يسمى بين قوسين عندهم يعني الوجود، أن الآن معركة وجودية بالنسبة إليهم. لذلك هو يستنفذ كل الأدوات، كل الأسلحة، كل من أجل أن يبقى ما بعد هذا 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 العدوان. لماذا؟ لأنه كما كان يقول الأستاذ سيذهب مباشرة إلى 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 السجن بدون أدنى شك. فهو إذن أمام يعني حلول يعني حتى أحلاها مر بالنسبة له كشخص. ولذلك كثير من الكتاب اليوم والباحثين يتحدثون على أساس أن هذه المعركة هي معركة الشخص وليست معركة المجموعة، على اعتبار أن الأباء المؤسسين لهذا الكيان ذهبوا اليوم. وأستطيع أن أقول بالنسبة إلى حالة التفكك الموجود الآن، ليس فقط في المجتمع الهجين، المجتمع الصهيوني الهجين اللي جاء من كل ربوع يعني كما يقولوا احنا أخذوه من كل ربوع العالم من أجل تأسيس وطن قومي لهذا الكيان. أعتقد أنه حتى في البيت الصهيوني، المؤسسة الصهيونية بين قوسين، في حال تفكك كبير وكبيرة جدا.